اللي بيتناقش إذا كل القصة واضحة؟ إذا ما ضل حب هاي العلاقة ولا حتى ثقة، وقتها بيكون ما ضل غير حل واحد وهو الطلاق. وهذا الشيء لمصلحة سانجاي، على القليلة بهي الحالة رح يخلص منا. آسف بابا، أنا ما بدي أقطعك أبداً، بس نحن ما عطينا أي فرصة لبراغي. يعني على الأقل كان لازم نخليها تحكي. هاي سانجو، لو سمحت أنا بتمنى أنك ما تاخذ قرار بسرعة، وأنت لازم أش. كلنا منعرف أنه أخوك كتير عانى منا ولساته عم يعاني، يعني ما لازم نساعده ونخلي معاناته تخلص؟ بس اسمع سانجو، أنا بعرف منيح قديش أنت وبراغي متفاهمين وبتحبوا بعضكم. يمكن الموضوع في سوء تفاهم، بس صدقني حبكم هو اللي رح ينتصر بالأخير. لا أخي، هذا مو سوء تفاهم، هي الحقيقة، وهلأ أنا رح خليك تتأكد وتشوف هي الحقيقة بعينك كمان. بظن انه في جريدة ممكن تخاطر بانها تنشر خبر مو مزبوط ضد ضابط مهم، لانه هالشي رح يضرها، يعني هالخبر انتشر لانه كان صحيح. سانجاي، هلا لازم تقرر اللي انت بدك تطلع براكي، وعمك فورا بيحدد لك موعد مع اشطر محامي بكل البلد ليمشي بالقضية. سانجو استنى، سانجو مدام، ممكن تخبرينا إذا هذا الخبر صحيح؟ وممكن تقليلنا كيف بلشت علاقتك مع السيد باترا؟ هلا بعد ما صارت علاقتك الغرامية حديث البلد، رح تتركي زوجك أو شو رح تعملي؟